بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا في المحاضرة الثانية في كورس الهيماتولوجي اللي حنبدأ نقرأ الهيماتولوجي لكن قلنا حنبدأ نعمل مقدمة عن الهيماتولوجي كبيزك اليوم حنتكلم على موضوع مهم اللي هو السيل كاونتر وحنتكلم عليه بطريقة الالكتريكال امبدانس وهو مهم جدا بس عشان نستوعب الوضع كيف بتتم قراءة بالسيل اوتوميتد طيب احنا في هذه المحاضرة حنتكلم على شقين او هدفين بسيطين الهدف الاول ما هو السيل كاونتر ده والتايبز اوف سيل انواعهم طيب اول شيء حنبدا بالسيل كاونتر بطريقة طبعا اللي هي الطريقة المشهورة واللي بيشتغل بها معظم الناس الالكتريكال امبيدنس هذه الطريقة كالاتي السيل كاونترز معتمد اللي هو الاوتوميتد معتمد على الكاونتينج يعد الخلايا معتمد على حجم الخلايا او حجم السايز اوف بارتكلز وطبعا هذا احدث ثوره حقيقه في في قضيه الاجهزه الهيماتولوجي بشكل عام لانه تخيلوا ممكن تعمل تشتغل 150 عينه في ساعه واحده فاحدث ثوره كبيره طيب كيف بيشتغل هذا السيل كاونتر السيل كاونتر بيشتغل كالاتي هو عباره عن جهاز اعمى ما يشوفش هذا الجهاز الأعمى عنده قدرة لو جبت له كرة تنس مضرب يمسكها ويتحسسها يقول أوه هذه كرة تنس مضرب أو تنس طاولة لو جبت له كرة تنس ميدان يمسكها ويتحسسها وهو أعمى يقول ها هذه كرة تنس ميدان لو جبت له كرة قدم يتحسسها ويقول هذه كرة قدم فعنده القدرة هذا الجهاز حنعرف البرنسبل بعد شوية هذا الجهاز عنده انه القدره انه يعمل كاونتنج الخلايا معتمدا على السايس وهذا منطق لو قدر يحدد السايس حق الخلايا حيستطيع يعدها طيب اللي اكتشف الموضوع ذا او اكتشف هذه الالكتريكال امبيدنس اللي اكتشفها عالم اسمه والاس كالتر والاس كالتر ذا هو اساسا خريج الكترونيات هو اساسا خريج الكترونيات ايش عمل والاس كالتر ولاس قال يا جماعة أنا لو عرفت أعمل سايسنج للخلايا أحدد حجم الخلايا حستطيع أن أعدها وبالتالي هو عمل طريقة استطاع أنه يحدد حجم الخلايا ومن ثم عدها لأي مايكروسكوبيك بارتكلز استطاع تماما وحوريكم الآن كيف فكر والاس ويستطيع أنه يحدد حجم الخلايا ومن ثم عدها طيب أول ما عمل الجهاز عمله باسمه سماه كذا سماه كاولتر كاونتر اسمه كاولتر كاونتر طيب الـ الـ الان ما هو البرنسبلز حق الكاولتر برنسبلز البرنسبل كالاتي يجيب عباره عن حجره الحجره دي فيها سائل او فيها فلويد الفلويدز ده موصل جيد للكهرباء وفي فتحه في داخل هذا السائل تمر منها يمر منها السائل طبيعي فالسائل لوحده يوصل الكهرباء والدائرة الكهربائية شغالة والنور شغال، ما في أي مشكلة خالص. الآن كيف فكر اللي هو كاولتر؟ فكر بالآتي، قال الآن لما تمر خلية الآن وتمر الخلية شايفين الآن حتمر الخلية أهي، مرت الخلية، بين الفتحة دي حتعمل قطع. هذا القطع على حسب حجم هذه الخلية اللي مرت حتعمل ويف. الويف دي حتكون كبيرة أو صغيرة على حسب حجم الخلية. وبالتالي منطق كل ما مرت خلية حيستطيع يحدد حجمها وبالتالي يعدها ومن هنا يستطيع أنه يعمل سايز ويستطيع يعمل عملية كاونتينج عن طريق أنه يعمل عملية البالس أو الامبالس بالنسبة لقضية الويف اللي حتطلع أكوردنج لحجم الخلية طيب تعالوا نفصل فيها أكثر العينه عباره عن للجهاز عباره عن تو تشامبر فيه غرفتين او حجرتين حجره نسميها تشامبر اي وحجره نسميها تشامبر بي والعينه طبعا يكون فيها تخفيف والعينه تروح في الاثنين تروح في شامبر ايه في تشامبر اي وتشامبر بي جميل طيب التشامبر اي نقرا فيه الاتي نقرا فيه الار بي سي B والتشامبر بي نقرا فيه اللي هو الدبليو بي سي والهيموجلوبين طيب كيف حتتم القراءه واحد انه الديليونت اللي هو المحلول الديليونت اللي موجود في في الحجره له صفه مهمه جدا نسميه الكتريكال كوندكتيف ما معناها معناها انه محلول موصل للكهرباء فطالما طالما المحلول موجود الكهرباء حتوصل وفي في الحجره في فتحه زي ما انتم شايفينها في فتحه الفتحه دي اه هي اذا حصل انه حاجه اعاقت دخلت في الفتحة دي ممكن تقطع التيار الكهربائي طيب النقطة الثانية أنه الخلايا تدخل خلال الفتحة دي الابرتشر تدخل الخلايا دي في خلال الفتحة دي والخلايا لها صفة مهمة جدا انها سيل نان كونداكتيف ما توصلش الكهرباء خالص فبالتالي ما معناها الخلايا دي حتقطع التيار الكهربائي شايفين وصلت الان قطعت التيار الكهربائي هذا القطع ايش نسميه نسميه كت فولتج نسميه فولتج امبالس نسميه الكتركال ريزيستنت طيب تعالوا نشوف الان بشكل يعني اكثر تفصيل الان هذه قدامكم الخلايا في الشامبر عاوز الخلايا الان تمشي خليه خليه في نقطه مهمه جدا لانه واحد حيقول يا جماعه ذول الخلايا صغار مثلا زي البليتليتس فممكن يدخلوا ثلاث او حتى ار بي يدخلوا ثلاث اربع مع بعض نقول له لا في نظام يسموه كذا يسموه الهايدرودايناميك فوكسنج سيستم الهايدرودايناميك فوكسنج سيستم هذا يضمن ان الخلايا تمشي صف واحد خليه بعد خليه خليه بعد خليه طيب الان لكم ان تتصوروا الان حتمشي خليه وحنمشي معاها هذه الخليه مشت خليه حمراء شايفين وصلت في الفتحه فسدت الفتحه ما معناها الان الخليه موصل غير غير موصل الكهرباء فقطعت التيار الكهربائي على حسب هذه على حسب حجم الخليه دي حتبدا قضيه الويف اور الامبلس فبالتالي شايفين قطعت التيار الكهربائي وحيرسم حجم الخليه فالخليه لو لو حجمها كبير حتعمل الويف بشكل كبير لو حجمها صغير حتعمل الويف بشكل صغير طيب الان خلاص الخليه دي عدت تعالوا نشوف خلية ثانية اللي هي البليتلتس الصغيرة جدا هذه البليتلتس الآن جات في الفتحة عملت كات فولتاج لكن الكات ده بويف صغيرة لأنه حجمها صغير فعملت الويف ده بحجم صغير زي ما انتم شايفين وبالتالي خلاص حتروح الخلية حتيجي الخلية الثانية اللي هي كمان بليتلتس البليتلتس حتسد, حتسد الفتحة بحجمها الصغير وحتعمل ويف نفس الوضع بالنسبة لو حتيجي مثلا الآن ار بي سيز الكبيرة نفسها شايفين جاءت للفتحة حتعمل كت فولتج لما تعمل كت فولتج حتعمل قطع للتيار الكهربائي وحيرسم الويف بعد كذا نفس الوضع الخلية دي حتروح حتيجي خلية هنا حمراء صغيرة فالخلية الحمراء الصغيرة حتعمل كت فولتج لكن لأنها صغيرة حتعمل ويف او الامبلس حيكون حقها صغير فشايفين كيف الامبلس حقها صغير اذا الجهاز يشتغل بهذا الشكل وبعدين يروح يجمع الار بي سيز لوحدهم في هيستوغرام ويجمع البليتلتس لوحدهم في هيستوغرام فهذا على الهيستوغرام للبليتلتس وهذا طبعا يعمل الكيرف حق الار بي سيز وبعدين يجمع كمان الهيستوغرام للبليتلتس طيب النقطه المهمه جدا ان البليتلتس اللي بنقراها الحجم حقها الجهاز مصمم انه يقراها عبر حاجة بنسميها اللور ديسكريمنيتور والابر ديسكريمنيتور عند 2 إلى 30 فمتوليتر، وعلى فكرة ممكن نحرك الديسكريمنيتور اللور نخليه بدل 2 فمتوليتر نخليه ل 6 فمتوليتر، وحتى ممكن نقلل ال 30 نخليها إلى مثلا 25، لكن احنا بنفضل إنه يكون اللور ديسكريمنيتور 2 وبالنسبة للابر ديسكريمنيتور 30 فمتوليتر. بالنسبة للأر بي سيز أكبر من 36 فمتوليتر يقرأها كآر بي سيز. طيب الان آه خلصنا الار بي سيز والبليت حنبدا في الدبليو بي سي. الدبليو بي سي كاونت كالاتي اي خليه طبعا دي حتنقرئ في التشامبر بي اي خليه من 35 الى 250 فمتولتر حتنقرئ دي ك كدبليو بي سي. طيب كيف حتنقرئ؟ نضيف لايس ريجنت اللايس في الـ في التشامبر بي اللايس ده حيكسر الار بي سيز فلما يكسر الار بي سيز حيعمل ليبريشن للهيموجلوبين الهيموجلوبين حيتحرر من الار بي سيز هذا الهيموجلوبين اللي يتحرر من الار بي سيز هنقراه بالسبكتروفيتوميترز فالجهاز يقراه بالسبكتروفيتوميتر عادي طيب تعالوا شوفوا الان اهو ضفنا اللايس اللايس كسر الار بي سيز خرج الهيموجلوبين قسناه بالسبكتروفيتوميتر هذه النقطه اللي بعدها النقطة اللي بعدها انه الدبليو بي سي كاونت الان حتتعرض كمان لللايس، اللايس ايش يعمل في الدبليو بي سي؟ يروح يعمل شرينك للدبليو سي على النيوكليس فكأنه يقيس النيوكليس لأنه يعمل شرينك لها بيخلي الممبرين حقها يلتصق تماما بالنيوكليس فعمل شرينك فكأن احنا نقيس النيوكليس وبالتالي حنقيسها بال زي ما قلنا بال الى 250 في طيب في الـ في الالكتريكال امبدنس هو حقيقه بيعطينا في فقط ثلاث قراءات يعطينا الليمفوسايت اللي هي من 35 الى 90 فيمتو لتر ويعطينا المد نسميها المد ما معناها الليمونوسايت والايزنوفيل والبازوفيل دول من 90 الى 160 فيمتو لتر كلهم يطلعهم في كرف واحد والجراينوسايت اللي هي من 160 الى حتى 350 ذي النتروفيل فبيطلعها في كرف واحد ولذلك ده نسميه 3 بارتس لانه فقط يعطينا 3 كيرف فهو يجمع المونوسايت والايزينوفيل والبازوفيل مع بعض يقراهم طيب هذا بالنسبه لقضيه البرنسبلز للكاونتر وبعدها للسيل كاونتر طيب الان تعالوا نشوف كيف تطورت او التايبز اوف الاوتوميتد سيل كاونتر اولا بدات الامور زي ما قلنا قبل شويه بالثري بارت ديفرنشال لو نقول ثري بارت ديفرنشال معناها انه هذا يشتغل فقط بالامبيدنس فقط فمعناها انه حيقيس الليمفوسايت وحيقيس المد مع بعض اللي هم المونوسايت والازنوفيل والبازوفيل وحيقيس وحيقيس كمان النتروفيل فحيقيس ثلاثه فقط مكونات فذا نسميه ثري بارتس النمط الثاني نقول نقول انه حيقيس 5 parts ديفرنشال حيقيس الليمفوسايت والمونوسايت والنتروفيل والايزنوفيل والبازوفيل فقاس الخمسه فمن هنا سمي 5 parts اللي بعده حيقيس 6 بارت ال6 بارت هنا ضافوا للخمسه اللي هو immature جرانيوسايت immature granulosis دي هي إنديكيشن للبكتيريا الإنفكشن فالآن الأجهزة اللي بتقيس الـ 6 بتقيس اللي هي الـ immature جرانيوسايت uh, بعد كذا جاي لنا السيفن بارت السيفن بارتس بيقيس الخمسه اللي هم الليكوسايت وبالاضافه الى الاماتيور جرانيوسايت بالاضافه الى الاتيبيكال ليمفوسايت الاتيبيكال ليمفوسايت دي هي عباره عن انديكيشن لفيرال انفكشن فاذا ما معناها السيفن بارتس انه بيقيس الليكوسايت وبيقيس لو في انديكيشن للبكتيريال انفكشن ولو في انديكيشن كمان للفيرال انفكشن طيب الان الاجهزه اللي هي موجوده المتوفره في الامبيدنس كاونتر واللي شرحنا البرنسبلز حقه اللي يسموه امبيدنس كاونتر وذا يقيس الثري ديفرنشال فقط ذا عن آه بطريق زي ما قلنا اللي هي الكات فولتج طيب النقطه الجهاز الثاني نوعه يسموه دبل مود الدبل مود ما هو؟ هو عبارة عن جزء منه يشتغل في نفس الجهاز، يشتغل امبدانس كاونت، وجزء الآخر اللي هو اوبتيكال كاونت، اللي هو الليزر. فالليزر يخلوه غالبا غالبا يخلوه يقرأ دبليو بي سي عشان يوفر لنا الفايف بارتس، يوفر لنا كل الليكوسايتس، اللي هم الليمفوسايت والمونوسايت والنيتروفيل والايزنوفيل والبازوفيل. فذا حيقرأ الفايف بارتس. طيب، الجهاز الثالث اللي جابوه اللي هو اوبتيكال كاونتر ليزر اولي كله ليزر والليزر ده طبعا على مستوى كبير لانه الليزر ده بيعمل ستيننج بالفلوروكرومز فهو يصبغ حتى الجرانيولز حق الخلايا فبالتالي يطلع لي حتى صبغات حتى الجرانيولز حق الخلايا فيميز بين الخلايا كلها وبالتاكيد نشتغل به السيفن بارتس الاخر جهاز اللي هو موجود اللي هو الفلوسايتومتري الفلوسايتومتري هو بيقيس السي دي اللي هو كلاستر ديفرنشيشن اللي على الخلايا فبالتالي معه Staining اللي هي الفلوروكرومز لكنها الفلوروكرومز دي هي مخصصه للكلاستر ديفرنشيشن اللي موجود على السيرفس حق الخلايا هذه النبذه الحقيقه على العمليه السيل كاونتر وتايبز اوف سيل كاونتر اتمنى انها تكون الامور واضحه وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته